في منتصف الليل تستيقظ عدن على دوي انفجار آخر. استهدف هذه المرة وزارة المالية الواقعة وسط حي سكني وتجاري في مديرية خور مكسر، موديا بعدد من القتلى والجرحى، وأحدث دمار امتد إلى المساكن والمباني المجاورة. وكان الضحايا من الباعة النائمين أمام بسطاتهم المجاور لمبنى الوزارة. صاحب الخضراء صاحبنا كان هنا يرقد، يترحق البضاعة، يفرش على سرنا ما مش معهم هنا سكن، يرقدوا على يبكروا الصبح طلبوا الله. هم رقدوا واحد منهم مع الضغط رحلة بعيد لا تحت سيارة. أما الباقي فلتا فوقون زقاق مسمو، قالوا انهم عادوا بالجمهورية، اثنين ماتوا، واحد عادوا بالنعش. عادوا بكان احنا نسلم منهم، كنا خضرة نسلم منهم، نطلب الله نبكر نجيبهم. الشهيد ناصر مبرش واصل استلفوا مني احنا سجارة، نبيع سجار وسمو يقول استلفوا مني احنا. الله يصيبه ما عمل هذه المشكلة. هكذا يتحدث الطفل نادر بحسرة على زميله الذي راح ضحية استهداف ذي غرض سياسي. لكن الاستهداف لا يستثني أرواح البشر ومصالحهم، بل إن استهداف أرفع مؤسسة مالية قد أتى عقب تحركات لتصحيح أوضاع الوزارة ومصالحها الإيرادية ومحاربة الفساد فيها، ما يجعل أصابع الاتهام تنفتح على كثير من الاحتمالات. وهذه دلالة على أن عمل نقول أنه ليس بإرهابي، إنما هو سياسي بحت، إنه في هناك وهو مرفق عام وزارة المالية تمتلك كشوفات ومستندات وإلى آخره، وهذا قد يكون العمل يعني بهذا النمط يجري يعني لمسح هذه الملفات وإلى آخره، لعدم محاسبة هذول الناس الفاسدون. وهو إذا كان عمل إرهابي ما يجيش بهذا التوقيت يعني بالذات لأخلاء من البشر وإلى كل حاجة. نحن نعرف عمل الإرهاب والقاعدة إنهم يقتتلوا البشر ويقتتلوا كل شيء. هو فصل آخر من فصول الحرب على العاصمة المؤقتة والاحتراب فيها، ما يعد نكسة في مسار تطبيع تواجد الدولة وحكومته الشرعية التي تتلقى هزائم أمنية متتابعة. ضربة أخرى توجه للحكومة، وهذه المرة إحدى الوزارات السيادية التي لم تبعثر أوراقها المالية فقط، بل الكثير من الأوراق السياسية، في ظل الصراع المفتوح بين الدولة والإرهابيين والأطراف السياسية التي تقف وراءهم. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.